أول ما يتبادر إلى ذهن السامع لكلمة مقعد في البرلمان العراقي هو قائمة طويلة من الامتيازات التي لا مثيل لها، أمر لا يغيب عن بال الغالبية العظمى من الناخبين العراقيين. صحيح ديمقراطية، ولكن ديمقراطية يجب أن تنفذ، أن تطبق، وليس اسم أو شكلا. كوميسيون ياخذ، نقدر نقول عقود ياخذ، مكانته على الكرسي تجي موارد. يمكن 2% من عندهم يعني الخدمة البلد، و 98% من المرشحين الخدمة نفسهم. الدخول إلى البرلمان العراقي يعني بحسب ما عرفه المواطنون راتب شهري يناهز 30,000 دولار، يضاف إليها إمكانية استغلال الموقع والنفوذ للحصول على عقود تحول صاحبها في ليلة وضحاها إلى أحد أكبر رجال الأعمال في البلاد، هذا بالإضافة إلى امتيازات دبلوماسية للنائب وأسرته غالبا ما تضعهم فوق القانون. الشواهد واضحة أن الجميع ربما يكونوا قد غيروا مناطق سكنهم إلى مناطق راقية وامتلكوا الكثير من العقارات، سواء بأسمائهم الصريحة أو بأسماء عوائلهم، أو حتى البعض من عندهم لكي يتهرب من المحاسبة قام بتسجيل أملاكه وشركاته ربما بأسماء أخرى لا تمت له بصلة. يتزايد عدد المرشحين مع كل دورة انتخابية، 9,400 مرشح يتنافسون هذه المرة لشغل 325 مقعدا، وكثير من الناخبين يعتقدون أن الانتخابات ستدفع كما في السابق بوجوه غايتها مصلحة الذات وليس خدمة الوطن والمواطن. شكوى الناخبين من النواب الحاليين والسابقين أنهم مستأثرون لا مؤثرين، مستأثرون بالمناصب وليسوا بمؤثرين بواقع المواطن العراقي. يوسف الحسيني، سكاي نيوز عربية، بغداد.